يقول إذا تزوجت بنت ووالدها مغترب، هل يصح للعاقد أن يحل محل والدها ويتكلم بدلا عنه في العقد رغم وجود إخوانها؟ من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي لدلالة الكتاب والسنة والاعتبار على ذلك. أما الكتاب فقد دل عليه قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإن هذه الآيات تدل على أن الذي يتولى عقد المرأة غيرها وهو وليها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، فهذه دلالة الكتاب والسنة. أما الاعتبار فإن من المعلوم أن المرأة ناقصة العقل قوية العاطفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فإذا كانت ناقصة العقل قوية العاطفة قريبة النظر فإنها قد تخدع فيخطبها من ليس أهلا لها، وحينئذ تحل الندامة والشقاء محل السعادة والفرح والسرور. فكان من حكمة الشرع أن منع من تزوج المرأة بلا ولي. وأولى الناس بتزويج المرأة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب، ثم الولاء إذا كانت عتيقة أو لها أو عليها ولاء لأحد، ثم السلطان وهو ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه. ولا ولاية لأحد من أقاربها من جهة الأم، فلا ولاية لأب الأم، ولا ولاية للأخ من الأم، ولا ولاية للخال ونحوهم. وبناء على ذلك يتبين الجواب على سؤال السائل، فإن هذا السائل يذكر أن هذه المرأة لها أب لكنه ليس حاضرا ولها إخوة، وأن العاقد وهو المأذون هو الذي زوجها، فالنكاح في هذه الحال نكاح فاسد غير صحيح، لأنه مخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتبار الصحيح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب أن ينتظر الزوج الآن ويمتنع حتى يعاد عقد النكاح على وجه صحيح، فيزوجها أبوها إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يزوجها أولى الناس بها على حسب الترتيب الذي ذكرناه سابقا، والله المستعان. أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شاب شارب للخمر والعياذ بالله، هل يجوز لوالديها أن يمنعاها عن ذلك إذا هي وافقت على ذلك؟ فأرجو بهذا إفادة. إذا لبت البنت شخصا ليس بكفء في دينه فإنه يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه، ولا يجب أن يوافقها لأنه ولي، يجب عليه فعل الأصلح. وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يصح إلا بولي، لئلا تختار البنت من ليس بكفء لها في دينه ولكنه خدعها حتى وافقت عليه. وينبني وجواب السؤال ينبني على هذه القاعدة، فإذا رضيت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر فإنه يجب على والديه على والدها الذي هو وليها الأول أو على وليها الآخر إذا لم يكن لها ولي أولى منه أن يمنعها من التزوج به، لأنه ولي. وشرب الخمر والعياذ بالله من كبائر الذنوب، لأن الخمر محرم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين، وهي عن الخمر أم الخبائث، وكم من معصية كبيرة ترتبت على شرب الخمر. لهذا نقول إنه يجب على أولياء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب الخمر أن يمنعوها من النكاح به. هل تسقط الولاية من الوالد إلى الإبن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته، بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه، أو أنه يشوه صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا. أقول إن الولي على المرأة من أب أو أخ أو عم مسؤول عن ولايته أمام الله عز وجل، يجب عليه أداء الأمانة. فإذا تقدم إلى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك فإن عليه أن يزوجه، ولا يحل له أن يتأخر لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالواجب على المرء
الذي ولاه الله الامرأة إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه وخلقه عن زوجه إذا رضيت، وليعلم أن المرأة تحس بما يحس به هو من الشهوة. فما أدري لو أن أحدا منعه من أن يتزوج وهو شاب ذو شهوة، ما أدري هل يرى أنه ظالم له أم غير ظالم. أعتقد أنه سيقول إنه ظالم لي. فإذا كان يقول ذلك بالنسبة لمن منعه أن يتزوج، فكيف يعامل به هذه المسكينة التي لا تملك أن تزوج نفسها، ولا يمكن أن يقدم على تزويجها أحد من أقاربها والولي الأقرب موجود. لقد ظلت فتيات عوانس وبلغن سنا كثيرا لم يحصل لهن الزواج بسبب هؤلاء الأولياء الظلمة والعياذ بالله. ولقد حدثت عن امرأة شابة كان أبوها يمنعها، أي يمنع الخطاب من تزويجه، فتأثرت بذلك ومرضت الموت المرأة، وبينما هي على فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حولها: أبلغنا أبي السلام وقلنا له إن بيني وبينه موقفا بين يدي الله يوم القيامة. يعني وستطالبه يوم القيامة على ما فعل، حيث منعها الرجال، وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر. لهذا نقول: من منع موليته أن يزوجها كفءا قد رضيته، فللزوجة أن تطالب عند القاضي، والقاضي يجب عليه إجابة طلبها ليزوجها هذا الكفء الذي رضيته، أن يوكل أقرب الناس إليها بعد وليها الذي امتنع، أو يعمل ما يرى أنه موافق للشرع. ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياء أو خوفا من مخالفة العادات أو ما أشبه ذلك، وحينئذ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين عز وجل. فليخف هذا الولي من الله وليتقي ربه. وإني أقول كما قال العلماء رحمهم الله: إن الولي إذا تكرر رده الخطاب فإنه يكون فاسقا تنتفي عنه العدالة، ولا يتولى أي عمل تشترط فيه العدالة، تنتقل الولاة منه إلى من كان بعده من الأولياء